شاء الله النهارده هنبدا نكمل سلسله فيديوهاتنا بمنهج الاحياء بتاع الصف الثاني ثانوي. النهارده هنبدا بالكلى في الانسان، وده يعتبر ثاني عضو اخراجي بناخده ندرسه، تمام، بيساهم في عمليه الاخراج. هنبدا كده كده اي حيوان فقار، اي حيوان فقار بيحتوي على كليتين، تمام، شكلهم بيتميز او يختلف على حسب رقي الكائن الحي ده. احنا خدنا في الباب الرابع السنه اللي فاتت الفقاريات، كان بننقسم الفقاريات ايه؟ فقاريات دنيا وفقاريات ايه؟ رقي، صح؟ تمام؟ طيب فاكرين بقى الامثله بتاعت فقاريات الدنيا وفقاريات الرقي؟ فقاريات الدنيا كانت بتبدا بالاسماك، تاني حاجه الزواحف، تالت حاجة البرمائيات، وحط البرمائيات في مربع. طيب الرقية كانت الثدييات. طيب قول لي بقى أمثلة كده على الأسماك. أنت عندك في كتاب البرمائيات بس الدنيا كان معاها زواحف ومعاها أسماك، لازم تكون عارفهم ولازم تكون عارف أمثلة على كل واحد. مثلا الأسماك عندك القرش، الراي، سمكة البوري، تمام، البط. طيب الزواحف زي التمساح، السحلية. طيب البرمائيات اتنين تحفظهم زي الاسم، الضفدعة والسلمندر، تمام. طيب الثدييات بقى امثلة سمعناها أول حاجة على الرسوم الإنسان. خد بقى عندك القردة، خد عندك الفيل، خد عندك النمور، خد عندك الأسود، خد عندك الحيتان والدافين. دول بيتميزوا تحت الثدييات، مش تبع الأسماك عشان تحاول أنت ما تخلطش بين الاثنين، تمام؟ طيب قول لي بقى شكل الكلية بيكون في فقرات الدنيا عامل إيه؟ وشكل الكلية في الرقي عامل إزاي؟ شكل الكلى في فقريات الدنيا سواء كان اسماك او زواحف او برمائيات بتكون رقيقه وطويله على جانب العمود الفقار، تمام؟ بتكون ايه؟ رقيقه وطويله على جانب العمود الفقار، على طول على جانب العمود الفقار كله من فوق لتحت. ده شكل الكلى في الحيوانات الايه؟ الدنيا، في الفقريات الدنيا. طيب في الفقريات الرقية بتكون أكثر اكتنازا، بتكون إيه؟ أكثر اكتنازا على جانبي عمود الفقار، تمام، بتكون متغطية بغشاء بنسميه البري توب، وهو غشاء يبطئ التجويف البطني، غشاء إيه؟ يبطئ التجويف البطني. يبقى كده إحنا خدنا الكلى، كل حيوان فقاري فيه كام كلية؟ فيه اثنين. طيب شكلها بيختلف اذا كان فقاريات دنيا او فقاريات رقية. فقاريات دنيا امثله ايه؟ اسماك، زواحف، برمائيات. وركز على امثله البرمائيات زي الضفدع والسلمندر، تمام، بتكون شكلها ايه؟ رقيقه وطويله على جانبي العمود الفقاري. اما في الحيوانات الرقية بقى الفقاريات الرقية بتكون ايه؟ بتكون امثله ليها الثدييات. طيب بتكون شكلها عامل ازاي؟ بتكون اكثر اكتنازا، اكثر ايه؟ بتكون اكثر اكتنازا، بيغطيها غشاء يسمى بغشاء الايه؟ البريتو، تمام كده؟ وخلي بالك السؤال ممكن يجي لك ازاي؟ يقول لك مثلا الضفدع الكلى بيكون شكلها عامل ازاي فيه؟ السلمندر السؤال الاختياري، الضفدع بيكون في الكلى بتكون شكلها عامل ازاي في السلمندر؟ بتكون طويله ورقيقه ولا بتكون اكثر اكتنازا؟ بتكون طويله ورقيقه. ممكن يجيب لك مثلا تكون الكلى، تمام؟ تكون الكلى اكثر اكتنازا في كل ما يلي ما عدا. يقول لك مثال قرده، افيال، وحط الضفدع والسلمندر معاه، يبقى ما عدا ايه؟ ما عدا الضفدع والسلمندر، تمام؟ وهكذا، خلاص؟ نيجي بقى دلوقتي هناخد شكل الكلى، هناخد بقى الكلى في الانسان وندرس كل حاجه فيه. اول حاجه بيكون موقعها عامل ازاي؟ بيكون في الجزء العلوي من التجويف البطن، في الجزء العلوي من التجويف الايه؟
البط بتغطيه بغشاء يسمى بغشاء البريتو. تمام؟ تمام. بتكون اقصر اكتناز. تمام؟ تمام. طيب تاني حاجه معايا وهو حجمها بيكون 12 في 7 في 3. 12 طول في عرض في سمك 3. تمام؟ طيب وصفها عامل ازاي؟ تشبه حبه اللوبيا او الفاصوليا. حبه اللوبيا بسرعه عارفينها؟ بتكون اهي قال كده، بتكون لها جزء خارجي محدد وجزء داخلي مقعر. تمام؟ داخل فيها حاجه وطالع منها حاجتين. داخل فيها ها شريان، طالع منها وريد وحاجه. يبقى داخل فيها شريان، طالع منها وريد وحاجه. اسم الشريان ده ايه؟ مش هي اسمها كلى؟ يبقى الشريان بيسموه شريان كلى، والوريد وريد كلى، كده حاجه. تمام؟ طيب الشريان الكلى ده جاي منين؟ ده عباره عن فرع من الاورطي، فاكرينه؟ اللي طالع من البطين الايسر في القلب. تمام؟ يبقى ده جاي من ايه؟ فرع من ايه؟ الاورطي. وريد كلى هيفض فين؟ في الوريد الاجوف السفلي اللي في القلب. تمام؟ يبقى انا كده عندي شريان كلوي ووريد كلوي. شريان كلوي هيفضي في الاورطي، الوريد الكلوي في الوريد الايه؟ الاجوف السفلي. الحال بقى هيودي على حاجه اسمها المثانه، والمثانه فيها قناه مجرى البول ومنها بره الخال. تمام؟ ده هنعرفها دلوقتي بالتفصيل. تمام؟ يبقى انا كده خدت ايه دلوقتي لحد كده؟ كده وقعها فين؟ تقع في الجزء العلوي من التجويف الايه؟ البطني، بتغطيها بغشاء يسمى بغشاء البريتون، هو غشاء يبطن تجويف المعده. تاني حاجه ايه بقى؟ ايه حجمها؟ بيكون 12 في 7 في 3، 12 طول في عرض في سمك كام؟ 3. طيب شوف وصفها بقى عامل ازاي؟ تشبه حبه اللوبيا او الفاصوليا. تمام؟ داخل فيها حاجه وطالع منها حاجتين. داخل فيها ايه؟ شريان. ده جاي منين؟ كفرع من الاورطي. اما طلع منها وريد، هنشوف في الوريد والقلب وفي السفل بتاع الايه؟ القلب. تمام؟ اخر حاجه هو حالب، ده هيبقى ادينا نعرفه رايح فين دلوقتي، الحالب رايح فين. طيب نيجي بقى بعد كده للتركيب. ايه هو ايه في فرق بين التركيب والوصف؟ هناخد جزء من الكلى دي وندرسها تحت الميكروسكوب. تمام؟ هتطلع لي عامله ازاي؟ هيطلع لي جزء خارجي ضيق وجزء داخلي واسع وتجويف. تمام؟ هذا جزء خارجي ضيق وجزء داخلي واسع. تمام؟ وده ايه؟ حوض كليه، بنسميه حوض الكليه المقعر. الجزء الخارجي ده هو الضيق بنسميه القشرة، أما الجزء الداخلي أو العريض الواسع بنسميه النخاع. تمام؟ القشرة بنديها اسم تاني مش موجود عندنا في الكتاب، موجود عندكم معرفة، اللي هو الغطاء الكلوي. أما النخاع لها اسم تاني برضه بنسميه اللب. تجويف الكلى المقعر ده بنسموه حوض الكلى. يبقى لو خدنا جزء من الكلى ودرسناها في الميكروسكوب هنلاقي ايه؟ هنلاقي جزء خارجي ضيق بنسميه بالقشره او غطاء الكلى. طيب جزء داخلي عريض وواسع بنسميه النخاع او اللب. تجويف الكلى الايه؟ المقعر. طيب كده انا خلصت الكتاب، نسكت؟ لا ما ينفعش، هنلاقي فينا حبه معلومات زياده. تمام؟ عن الجزء ده موجود على باب المعرفه وفي عليها اسئله كتير جدا في الجزء ده. قال لك ايه؟ قال لك النخاع هنلاقيه متوزع على هيئة مثلثات كده. بيكون النخاع متوزع على هيئة مثلثات، بنسميها ايه؟
او اهرامات، بنسميها اهرامات من بيلي. اهرامات ايه؟ من بيلي. اهرامات ايه؟ من بيلي. يبقى النخاع يتكون من قطع مثلثيه للشكل، تسمى الاهرامات من بيلي. قاعدتها بره والقمه بتاعتها ناحيه جوه، دي بنسميها الكؤوس. الايه؟ الكؤوس، عشان تصب في حوض الكليه. طيب ماشي. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك القشره كمان ممكن تمتد جوه النخاع على هيئه ايه؟ على هيئه اعمده، على هيئه اعمده، هتلاقي الحته دي كده كده، تمام؟ دي هنسميها ايه؟ هنسميها اعمده برتيني الكلويه، هنسميها ايه؟ اعمده برتيني الايه؟ الكلويه. ودول مهمتين، دول مهمين جدا. هيقول لك ايه؟ ينقسم النخاع على هيئه اهرامات مثلثيه الشكل، تسمى اهرامات من بيلي ولا اعمده برتيني الكلويه ولا نفرون ولا ايه؟ يبقى المثلثات الاهرامات المثلثيه الشكل اللي بتكون النخاع بنسميها اهرامات ايه؟ من بيلي. طيب تمتد الغطاء الخارجي للكلى او الغطاء الكلوي او القشره في النخاع على هيئه نقط، تمتد على هيئه اعمده برتين الكلويه. بقى احنا نبدا بقى ايه؟ نشوف تركيب الكلى. قلنا تركيب الكلى لو خدنا جزء من الكلى درسناه تحت الرسوم هنلاقوا ايه؟ هنلاقوا بيتكون من جزء خارجي ضيق يسمى بالقشره او الغطاء الكلوي، جزء داخلي واسع بنسميه النخاع او اللب. تجويف الكليه، بعدين تجويف الكليه الايه؟ المقعر. وتجويف الكليه المقعر بقى يوديني على ايه؟ الحاجه. طيب لو قلنا بقى النخاع بيتكون من ايه؟ اجزاء مثلثيه الشكل على هيئه اهرامات، تسمى اهرامات من بيلي. قاعدتها ناحيه الخارج والقمه بتاعتها ناحيه جوه، بتسمى من الكؤوس الكلويه. الكؤوس الايه؟ الكلويه. كل كاس من دول هيصب في حوض الكلى، اللي هياخد اللي هيطلع منها الحاجه، تمام؟ طيب النخاع بيمتد في القشره، بتمتد في النخاع على هيئه ايه؟ اعمده برتين الايه؟ الكلويه. كده خلصنا كده ايه؟ كده خلصنا موقع، وخلصنا موقعها فين؟ في الجزء العلوي من التجويف، البطن المغطيه ولا شيء بسبب ولا شيء ايه؟ البري 2. طيب حجمها يا باشا، حجمها 12 في 7 في 3، الطول في عرض في ايه؟ في سمك. بعد كده قلنا وصفها تشبه حبه اللوبيا او الفاصوليا. الجزء الخارجي ايه؟ محدد، والجزء الداخلي مقعر. طيب الجزء المقعر ده داخل فيه حاجه وطلع منه حاجتين، داخل فيه ها شويان، بيسموه الشويان الكلوي، طلع منه وريد، بيسموه الوريد الكلوي، طلع منه حالي. بتكون تكون من ايه؟ تحت التركيب بتاعها قشره بره اهي، نخاع جوه، وبعديها حوض كلي. القشره بتمتد في النخاع على ايه؟ اعمده برتين الكلويه. طب النخاع هيتكون من اجزاء مثلثيه الشكل، تسمى ايه؟ يسمى اهرامات من بيلي. اهرامات ايه؟ من بيلي. تنتهي بالكؤوس الكلويه، بتنتهي بايه؟ بالكؤوس الكلويه اللي هتصب لي في حوض الكليه اللي هو تجويف الكليه المقعره، تمام؟ طب لو انا جيت قلت لك قول لي بقى الوحده الوظيفيه الكلية. ايه الوحدة الوظيفية للكلية؟ تركيب يسمى بالنفرونات. تركيب يسمى ايه؟ النفرون. ايه؟ النفرون. طب ايه بقى الوحدة الوظيفية للجلد؟ الوحدة الوظيفية للجلد او اهم وحدة موجودة في الجلد من سكر الغدة العرقية، اللي هي الوظيفة الأساسية بتاعتها ايه؟ تلطيف درجة حرارة الجسم. تلطيف ايه؟ درجة حرارة الجسم. طب النفرونات دي ايه؟ دي يعتبر الوحدة الوظيفية للايه؟ للكلى. تعالى نشوف تركيب النفرون ده عامل ازاي؟ أو شكله عامل ازاي؟ تركيب النفرون يا جماعه عباره عن انبوبه رقيقه تتميز بجزئين كبار. اول حاجه وهي محفظه بومان. محفظه ايه؟ محفظه بومان. محفظه بومان. تاني حاجه وهي انبوبه
طيب محفظة جمال دي ايه؟ تشبه الايه؟ الفنجان. توجد فين؟ في منطقة القشرة. تغلف شبكة من الشعرات الدموية بنسميها الجمع أو الكوبايبة، بنسميها إيه؟ الجمع أو مخلفات الكوبايبة، دي مش موجودة في الكتاب، تمام؟ طيب ممكن يسموها كمان الجلومورين، الجلوم إيه؟ الجلومورين أو جلوميريو بلس، هي أصلا معنى الجمع بالإنجلش بنسميه جلوميريو بلس. فهم لما جم عرفوها عرفوها جمع او كوبايب. لما جم بقى يعرفوا الاسم الانجليزي لعب فين، هتلاقي عندك في بعض الروايات يقول لك جلوموريل، بعض الوقت يقول لك جلوميريوس، بعض الوقت هتلاقوا ايه كلها يعني كلمات متشابهه بعضها، فاي كلمه من دول ماشيه عادي، الاسم الصح بتاعها جلوميريو بلس، جلوميريو بلس، تمام؟ تمام. يبقى احنا كده تبدا النفرون بمنطقه منتفخه تشبه الفنجان، لها جزء خارجي ولها جزء داخلي. طيب بتكون على شبه الفنجان. طيب موجوده في فين؟ موجوده في القشره. بعد كده بتحول شبكه من الشعرات الدمويه بنسميها الجمع او الكوبايبه او الجلوميريولس. طيب ماشي كده خلصنا احنا ايه؟ محفظه الجمع. بعد كده بقى انبوبه النفرون. انبوبه النفرون تبدا، بقول لك تبدا متعرجه اهي، متعرجه في منطقه القشرة، منطقة الايه؟ القشرة، عشان يسميها بالأنابيب الملتفة القريبة، بنسميها ايه؟ الأنابيب الملتفة القريبة، بنسميها ايه؟ الأنابيب الملتفة الايه؟ القريبة، يبقى تبدأ أنبوبة النفر متعرجة في منطقة القشرة، عشان تسميها الأنابيب الايه؟ الملتفة القريبة. طيب، في بقى عندك ممكن معرفة، قال لك بي سي تي، هي دي اختصار لبروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز، تمام؟ بروكسيمال يعني قريب، كونفوليوت يعني ايه؟ ملتويه كده، تيبيولز يعني انا بي، تمام؟ بي سي تي، خلاص؟ طيب بعد كده بقول لك انبوبه النفرون احنا قلنا بدات متعرجه في منطقه القشره عشان سميها انابيب ملتفه قريب، ثم تنساني او تنحني على شكل حرف يو في منطقه النخاع، في منطقة ايه؟ النخاع، عشان نسميها ثانية هن، سميها ايه؟ بثانية هن، ثانية ايه؟ هن، موجودة فين؟ موجودة في النخاع، بعد كده ثم تنثني أو تنحني مرة أخرى عشان تكوني الأنابيب الملتفة البعيد في منطقة ايه يا جماعة برضو؟ القشرة. طيب ماشي، عشان نسميها برضه بالانجليزي دي سي تي، دي ايه؟ دي سي تي اللي هي ديستال كونفوليوتيبلز، يعني ديستال يعني بعيد، تمام؟ يبقى الانابيب الملتفه البعيده، عشان تعرفوا بقى اسم الاسم الانجليزي، تمام؟ انا قلت ايه؟ بعيده، ده يبقى بدا بايه؟ بحرف الدي، تمام؟ يبقى احنا كنا نقول بقى ايه تركيب النفرون على بعض، النفرون بيبتدي بايه؟ بانتفاخ، يسموه ايه؟ محفظه بومان، يشبه الايه؟ الفنجان، موجود في منطقه القشره، يحتوي على شبكه من الشعرات الدمويه او يغلف شبكه من الشعرات الدمويه بنسميها ايه؟ الجمع او الكويبه او الجلوميريولس. هكذا تبدا هذه الانابيب متعرجه في منطقه القشره، متعرجه فين؟ في منطقه القشره، تمام؟ عشان سميها الانابيب الملتفه القريبه. بعد كده ثم تنساني او تنحني على شكل حرف يو في منطقه النخاع عشان نسميها بثانيه هن، ثم تبدا متعرجه تاني بعد كده في منطقه القشره عشان نسميها الانابيب الملتفه البعيده. طيب كل نفرون بقى، نفرون عندي في الكليه يا جماعه حوالي مليون نفرون لكل كلمه، كام؟ مليون نفرون لكل كلمه، مليون ايه؟ نفرون لكل كلمه، يعني في الكليتين كام؟ 2 مليون نفرون. طيب كل نفرون بقى من دول بيصب في حاجه بنسميها الانابيب المجمع مع، من انابيب الايه؟ المجمع مع. الانابيب المجمعه دي يا جماعه بتمتد في القشره من فوق وتنزل على النخاع وتنزل تحت على حوض الكلى، على حوض الايه؟ الكلى، عشان تودي بعد كده على الحاجة، تمام؟ طيب كل انبوبه يا جماعه بتستقبل من اكتر من نفرون، يعني عندي نفرون جالها من هنا،
نفرون تاني يجي لها من هنا، نفرون تالت يجي لها من كده من هنا وهكذا. خلاص؟ يبقى انا عندي كده الانابيب الجامعه بتستقبل من اكتر من نفرون، عندي نفرون جاي لها من هنا، نفرون تاني جاي لها من هنا، نفرون تالت جاي لها من هنا، تمام؟ طيب بتتصل بقى بالنفرون انبوبه أبو جامعه في منطقه ايه؟ منطقه القشره، لانها بتتصل بالانابيب المكثفه الايه؟ البعيده. وبكده نكون خلصنا تركيب النفرونات. كده احنا خلصنا تمام الجزء اللي احنا عاوزين نشرحه النهارده فين؟ في الكلى. في بقى شويه معلومات زياده توضيح اللي عندك في الكتاب، ودي برده كل المعلومات دي زي ما قلت لك هتلاقيها في الدليل الاضافي اللي هينزل النهارده بوست على الجروب بتاعي، اللينك بتاعه في الوصف اسفل الفيديو، تمام؟ اول معلومه لو قلت لك يتصل كل نفرون باكثر من انبوبه جامعه، صح ولا غلط؟ يتصل كل انبوبه جامعه باكثر من نفرون، صح ولا غلط؟ انا قلت لك ايه في اول جمله؟ كل نفرون بيتصل باكثر من انبوبه جامعه. هل النفرون اهو كل نفرون بيتصل باكثر من مجموعه جامعه بقناه جامعه؟ بط، هو كل نفرون اهو بيتصل بقناه جامعه واحده في منطقه الايه؟ القشره، تمام؟ يبقى دي الجمله دي ايه؟ فعلا. طب لو قلت لك بقى كل قناه جامعه تتصل باكثر من نفرون، المعلومه صح. انا عندي نفرون بيتصل بقى من هنا، ونفرون تاني هيتصل بقى من هنا، ونفرون تالت هيتصل بقى من هنا، تمام؟ يبقى كل نفرون بيتصل بايه؟ بقناه جامعه واحده، اما كل قناه جامعه تتصل بقى اكثر من ايه؟ من نفرون. خلاص؟ طيب ماشي. الانبوبه الجامعه، الانابيب الجامعه، طبعا فين يا جماعه؟ ها الجزء الاساسي بتاعها حوض الكلى، حوض الكلى ما فيهوش الانابيب الجامعه. طيب هي كمان بتمتد في القشره والايه؟ النخاع. طيب هديك معلومه، موقع اتصال الانابيب الملتف البعيدة بالأنابيب الجامعة فين؟ ها؟ فين؟ في القشرة ولا النخاع؟ قشرة. خلاص؟ وبكده إن شاء الله نكون خلصنا الجزء اللي احنا عايزين نشرحه النهارده في الفيديو، ونستكمل إن شاء الله في الوقت الجاية استخلاص البول، وفيديو بعديه على طول جهاز الكلى الصناعي. قبل ما تقفل اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب القناه، تدعو كل اصحابك وزمايلك يشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.